بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم ولا عن من عاداهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا الدرس التاسع والمئة حرف التفسير هناك حرفان وضعهم العرب للتفسير لتفسير المفردات وتفسير الجمل وفيه أي في هذا الدرس نبحث عن أي وأن وما يخصهما. طبعا وبعد البحث عن حرفي التفسير ياتي ايضا في هذا الدرس ياتي البحث عن حروف التحضيض والتنديم. اما كلمه اي اي التفسيريه حرف تفسير. قال وهي اي اي وهي حرف تفسر به المفردات والجمل يعني يستعمل ويؤتى به لتفسير المفردات مفرده بمفرده او تفسير الجمل تفسير جمله بجمله نحو قولك عندي عسجدٌ أي ذهب هنا أي جاءت لتفسير عسجد. ما معنى عسجد؟ لما تقول عندي عسجدٌ لعل السامع المخاطب لا يعرف معنى عسجد فتفسره تقول أي ذهبون عندي عسجد أي ذهبون. ورأيت ليثاً رأيت ليثاً. لما تقول ليثا لعل السامع لا يعرف معنى ليث فتفسره تقول رايت ليثا اي اسدا اي معنى ليث معنى ليث اسد اي ليثا فالاسم الذي بعده اي بعد اي يعرب عطف بيان او بدلا يعني الان كلمة ذهب بعد عسجد عندي عسجد قلنا اي ذهب لماذا مرفوع؟ ذهب لماذا رفع؟ رفع على انه عطف بيان على عسجد او بدل من عسجد وكذلك رايت ليثا اي اسدا اسدا لماذا منصوب؟ منصوب على انه عطف بيان على ليثا او بدل من ليثا فاذا الاسم الذي ياتي تفسيرا بأي تفسيرا للكلمه التي قبل أي يعرب بإعراب المفسر يعني الاسم الواقع بعد قبل أي فيعرب بإعرابه على أنه عطف بيان على أنه عطف بيان أو بدل أن الحرف الثاني من حروف التفسير أن وهي اي ان حرف تفسر به الجمل فقط يعني ياتي لتفسير الجمل لا المفردات يفسر به جمله ولذا يقع ماذا بين جملتين ان المفسره ان التفسيريه من اين نعرف ان ان تفسيريه مفسره انها تقع بين جملتين فيها شروط ثلاثه أولا تقع بين جملتين قبلها جملة وبعدها جملة. ثانيا الجملة الأولى تتضمن معنى القول لا مادة القول لا حروف القول لا تتضمن حروف القول لا تشتمل على حروف مادة القول بل يكون فيها معنى القول هذا الشرط الثاني الشرط الثاني أن لا يدخل عليها حرف جر فإذا كانت هكذا تكون أن مفسرة لاحظوا يقول وهي حرف, حرف تفسر به الجمل فقط وتقع بين جملتين تقع بين جملتين قبلها جملة وبعدها جملة الجملة التي تأتي بعدها تفسر الجملة التي قبلها تقع بين جملتين تقع بين جملتين تتضمن الأولى أي تتضمن الجملة الأولى ماذا تتضمن تتضمن الأولى منهما معنى القول دون حروفه يعني الجملة تكون بمعنى القول لا لفظ القول ولا يدخل عليها حرف جر إذا دخل عليها حرف جار لا تكون مفسرة بل تكون مصدرية نحو قوله تعالى وناديناه أي قلنا له هنا ناديناه نادينا بمعنى القول وليس يتضمن معنى القول ولا يشتمل على ماذا حروف مادة القول وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا نعم هنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ناديناه أي ناديناه أن يا إبراهيم يعني أي يا إبراهيم هذه الجملة التي بعد أن تكون مفسرة لناديناه فلا محل لها من الإعراب هذه الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب هذا يقول فلا يقال قلنا أي يا إبراهيم خطأ هذا قلنا أي يا إبراهيم هنا أن لا تأتي بل لو قلنا قلنا يا إبراهيم يا إبراهيم يكون مقول القول في محل نصب يعني مادة القول بعدها تأتي جملة محكية بالقول تسمى مقول القول في محل نصب في محل نصب اي مفعول القول فلا تاتي ان هنا اذ هو لفظ القول لاننا قلنا لفظ القول ولا معناه وليس معنى القول ولا يقال ذكرت عزجدا ان ذهبا ان ذهبا لماذا لان بعدها جاء مفرد مع ان ان تاتي بين جملتين لذا يقل لعدم وقوعها بين الجملتين ولو قيل كتبت إليه بأن افعل كتبت إليه بأن افعل، هنا أن لا تكون مفسرة بل تكون مصدرية، لماذا؟ لأن دخل عليها حرف الجار إذا قال لو ولو قيل كتبت إليه بأن افعل كانت مصدرية لا مفسرة، لماذا؟ لدخول الجار عليها تنبيه في هذا التنبيه اعزائي يشير الى هذه النقطه وهي ان الجمله التي تقع بعد انا المفسره هذه الجمله لا محل لها من الاعراب، جمله مفسره لا محل لها من الاعراب. ياتي البحث عن الجمل عن اعراب الجمل. الجمل على قسمين اما ان يكون لها محل من الاعراب واما يكون لا محل لها من الاعراب، ليس لها محل من الاعراب. من الجمل التي لا محل لها من الاعراب الجمله المفسره. طبعا المفسر لضمير الشان كلها من محل الاعراب لكن الجمل المفسره غير المفسره لضمير الشان لا محل لها من الاعراب لذا يقول تنبيه هنا يعني هذا تنبيه هنا او ها هنا تنبيه هنا والجمله التي تقع بعد حرفي التفسير ماذا تكون تكون جمله مفسره والجمله التي تقع بعد حرفي التفسير جمله تفسيرية اي جملة مفسرة تفسيرية لا محل لها من الاعراب نعم هذا بالنسبة الى حرفي التفسير اما حروف التحضيض والتنديم حروف التحضيض حروف التحضيض والتنديم وفيه اربعة ابحاث في هذا الدر في هذا الموضوع اربعة ابحاث عددها اي عدد حروف التحضيض والتنديم معانيها ما معنى هذه الحروف تدل على ماذا خصائصها لها بل خصوصيات تختص بها وصيغها يعني هذه الحروف مركبه او بسيطه نقول انها مركبه نشير الى ذلك ان شاء الله اما عدد حروف التحضيض والتنديم هذه الحروف هي خمسة أحرف عددها خمسة وهي هلا هل وألا ولولا ولوما وألا هذه الحروف الخمسة تأتي للتحضيض والتن والتلويم والتنديم اللوم بل والتنديم تشترك جميعا يعني هذه الحروف جميعا تشترك في ماذا؟ في انها تدل على التحضيض تارة تدل على التحضيض وتارة اخرى بلي ياتي او تارة على التنديم واللوم نعم التحضيض يعني ماذا؟ يعني الطلب والحث والطلب بشده التنديم يعني اللوم لوم الفاعل على فعله. نعم. وهذه الادوات هذه الحروف لها صدر الكلام، لذا يقول وتشترك جميعا في انها تدل على التحضيض تارة وعلى التنديم اخرى ولها ماذا ولها صدر الكلام. تأتي في اول الجمله في اول الكلام. نعم. اما معانيها. معنى هذه الحروف. أنها إذا دخلت على المضارع هذه الحروف تارة تدخل على المضارع أن تدخل ماذا على الماضي إذا دخلت على المضارع تفيد التحضيض والحث وطلب الفعل الطلب بشدة أما إذا دخلت على الماضي تفيد اللوم وتفيد التعيير وتفيد التوبيخ وهذا معنى التنديب يقول أنها إذا دخلت على المضارع أفادت الحث الحظ الحظ والحث بمعنى واحد على الفعل بشدة والطلب له نحو هل لا تأكل يعني لماذا لم تأكل لماذا ما أكلت هل لا تأكل وإذا دخلت على الماضي أفادت لوما وتعييرا وتوبيخا هل لا أكرمت زيدا يعني لماذا لم, تك لم تكرمه نعم نعم لولا الايه الشريفه الايه الشريفه لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم هذا للوم هنا نعم ولا تدخل على الفعل كما مر ولا تدخل الا على الفعل يعني ما تدخل على الجمل على, على الاسم بل تدخل على الفعل ولا تدخل الا على الفعل كما مر وان وقع بعدها اسم اذا جاء بعدها اسم فهناك يجب اضمار الفعل يعني تدخل ماذا على الفعل إذا كان الاسم مرفوع نضمير ماذا نضمير فعلا يكون هذا المرفوع فاعل لذلك الفعل وإذا كان الاسم منصوبا ماذا نأتي بفعل ليكون الاسم منصوب مفعول ليكون مفعولا به لذلك الفعل لذا يقول وإن وقع بعدها اسم فبإضمار فعل كما تقول لمن ضرب قوما هل لا زيدا يعني هل لا ضربت زيدا أما صيغها هذه الكلمات هذه الحروف كلها مركبة وجميعها مركبة جزءها الأول جزءها الثاني جزءها الثاني حرف نفي مركبا من جزئين جزء أول وجزء ثاني الجزء الثاني حرف نفي أما الجزء الأول قد يكون حرف شرط قد يكون حرف مصدري قد يكون حرف ماذا استفهام لاحظوا والجزء الأول حرف شرط نعم مثلا نقول لو لا مركب من ماذا من لو ولا لو ما من لو وما أو ماذا الحرف الأول يكون حرف مصدري ال ألا من أن ولا وحرف استفهام هل لا هل ولا وألا الهمزة ولا وهاتان الكلمتان ركبتا معا فصارتا كلمة واحدة لذا قال وصارت الكلمتان واحدة أي كلمة واحدة تؤدي معنى جديدا يعني هاتان الكلمتان لما ركبت مثلا لو ومن نافية بعد لا تدل على بمعنى لو لا يعطي معنى جديد هل لا معنى جديد غير هل ولا نعم تنبيه يعني هنا تنبيه بالي تنبيه لألا معنى آخر معنى آخر وهو العارض العارض ما هو معنى العارض الطلب بلين مثلا بلين ورفق نحو ألا تنزل بنا فتصيب خيرا منا هنا طلب بلين يعني تفضل كن انزل عندنا بل نكون بخدمتك ألا تنزل بنا فتصيب خيرا منا ولولا ولو ما معنى آخر هو الشرط قد بل لولا ولو ما إذا دخلتا على جملة اسمية تكون يكونان شرطيتين يعني لولا شرطية لو ما شرطية إذا يقول ولولا, ولولا ولو ما معنى آخر وهو الشرط نعم ويفيدان امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى، لذا يسمى لولا لما لوما حرف حرف امتناع لوجود. حرف امتناع لوجود، يعني امتناع الجواب لوجود الشرط، نحو ماذا؟ نحو قولك نحو لولا لو يعني قول الخليفة الثانية في مرات وكرات في مواضع مختلفة، قال لولا عليون لهلك عمر. يعني لولا وجود لولا وجود لولا علي موجود لهلك عمر يعني امتنع هلاك عمر لوجود علي ولو ما زيد لاكرمتك لا امتنع اكرامك لوجود زيد وحينئذ يحتاجان الى جملتين اولاهما اسميه وهذه الجمله الاسميه تشتمل على مبتدا وخبر لكن خبرهما محذوف اسمها يعني المبتدا موجود والخبر محذوف يعني مبتدا خبره محذوف لذا يقول جملة اسمية يحذف خبرها وجوبا والثانية فعلية يعني جملة الجواب جملة فعلية لذا قال فعلي وزيد في الجملتين مبتدأان والخبر عامل محذوف تقديره موجود نعم واللام لام نعم الجواب والجملة يعني هلك عمر وأكرمتك جملة الجواب وجملة الجواب لا محل لها من الإعراب هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم موفقين ومؤيدين إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد و محمد، اللهم صلِّ على محمد و محمد